خلال يوم الثلاثاء إن شاء الله بعض الأمطار كذلك المتفرقة ستخص الواجهة الشمالية، هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الشرقية، أجواء مستقرة على الجنوب. خلال يوم الأربعاء سحب سفلى مع نسبة رطوبة عالية على المناطق الشمالية، بعض الأمطار على منطقة تندوف. أما خلال يوم الخميس إن شاء الله عودة الأمطار المتفرقة ستخص السواحل وحتى المرتفعات والهضاب مع هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية، بعض الأمطار كذلك ستخص منطقة تندوف. درجات الحرارة تتراوح ما بين 10 درجات لغاية 20 درجة على الواجهة الشمالية، وما بين 16 لغاية 25 درجة على المناطق الجنوبية.